احلى مشاهدين قناه الصحه والجمال، معاكم النهارده ولاء توفيق. انا هنتكلم عن موضوع جديد جدا، وبرنامجنا اسمه برنامج حياتنا. بما ان احنا عارفين ان اهم حاجه في حياتنا هو بيتنا، فعايزين النهارده نتكلم عن حاجه انتوا كلكم ممكن تستغربوا الاسم، وفي ناس طبعا هتبقى عارفه. عايزين نتكلم عن علاقه الجبسون بورد والتشطيبات. معانا النهارده الاستاذ اسلام حسين، هيكلمنا وهيعرفنا ايه بقى هو الجبسون بورد اول حاجه، بس كمان عايزاك تعرفني قصه حياتك بقى مع الجبسون بورد. نعرف الجبسون بورد ولا نعرف قصه حياتي؟ عرفني ايه مشوارك ابتدى ازاي؟ بس انا احكي لحضرتك انا ابتديت الموضوع ازاي. انا كنت جنب دراستي نزلت شغل عادي زي اي طالب كان عايز يشتغل. نزلت كان بدايه الموضوع كان مع الباشمهندس ابي السيد، ده صاحب الفضل عليا طبعا، وده اللي علمني الموضوع دوت، وازاي علمني برضو في حياتي امشي محترم واشتغل الشغلانه ديت على خلق وامشي بقى كويس. طب يعني انت شايف ان المفروض ان انت تبقى في الصنعه دي من وانت صغير، تبقى يعني دوست فيها كده زي ما بيقولوا؟ هو للاسف هو احنا يعني احنا اللي بيبقى عايز يشتغل بيدور على شغل يعني. لا انا قصدي يعني المفروض الصنعه بتاعتك تتعلمها من وانت صغير، ولا ممكن حد يتعلمها وهو كبير؟ بص، هو البند بتاعنا ده بالذات يعني ممكن اي حد يتعلمها في وقت قليل جدا، بس هي يعني مثلا بترجع لدماغه ان هو مثلا بيستوعب بسرعه، بيفهم الكلام اللي بيبقى قدامه بسرعه ولا لا. هو الشغلانه جميله جدا وبسيطه وحديثه. طب بص بقى، انا عن نفسي اول ما سمعت الجبسون بورد قلت ايه ده، رغم ان هو عندي في البيت لما كنا بنتكلم انا وانت بره. تمام. انت قلت لي يعني انت ما عندكيش، قلت لك انا ما اعرفش، ممكن يكون عندي وانا مش عارفاه. قول لنا ايه هو بقى عشان اكيد المشاهدين مش عارفين. هو الجبسون بورد ده حاجه ديكوريه. تمام. مثلا يعني بيتعمل في الاسقف، بيبقى ساقط من السقف، وبيتعمل في الجدران، بيتعمل مكاتب مثلا، بيتعمل اواطيع، حوائط، ممكن يتعمل تجاليد يعني. لا يعني ايه تجاليد؟ تجاليد يعني مثلا في حوائط واحنا عايزين نداريها، مثلا هنا في الكوشن عايزين نداري الجنب ده، ممكن نقفل الجنب ده كله جبسون بورد. ووقت قليل جدا في تركيبه، يعني في التركيب بتاعه ممكن مثلا في وقت قليل جدا اعمل الجنب ده، ممكن في حوالي ساعه زمان اخلصه. دي كفاءه ممكن اعملها. الموضوع بتاعه بسيط جدا، هو شويه تركيبات عباره عن يعني. طب ثانيه، يعني هو عامل زي الاسقف بتاعت زمان البلدي المعلقه دي؟ لا، ولا دي حاجه بقى ودي حاجه. طب ايه الفرق بقى ما بينهم؟ وجه المقارنه بينهم. ده الجبس البلدي بتاع زمان حاجه، وطبعا ليه ناسه، وطبعا يعني ناس نقدرهم جدا يعني. الناس اللي في ناس قديمه فيه فاهمه يعني ايه جبس بلدي، وفاهمه ازاي بتنفذه، يعني بتطلع شكله جميل، بيتخليه فعلا حاجه ديكوريه. بس هو للاسف يعني احنا بنخلي يعني احنا بنصرفه ان هو كلاسيك، ان هو بيبقى دايما بيبقى مذهب فضي، الالوان بتاعت زمان دي، الحاجات الكلاسيك دي بقى، وعايزه صالون والكلام ده. انما الجبسون بورد بقى هو طبعا يعني معظمه بيبقى مودرن. طبعا الجبسون بورد احدث، ادق، اسهل في التركيب. غير كده اسهل يعني، غير ان هو اسهل في التركيب. هو بيبقى زي يعني هي شكله نموذج وانت بتركبه على طول، ولا انت بتعمله في السقف؟ لا انا ببدا مثلا مع العميل. مثلا العميل ما بيكلمني، بروح لسه برفق. كنت هقول لك انت ازاي بتبدا شغلك مع العميل. تمام، انا دخلت في الموضوع على طول. تمام. العميل مثلا ما بيكلمني، بروح برفع مقاساتي، وبعرف منه يعني بشوف الشقه تمام، او الفيلا او المكان اللي عايز يشطبه قد ايه، وبقدر اعرف مقاساتي. بعد كده بعرف منه التصميم اللي هو حبه، اذا كان هو حابب يشتغل بقى تصميم مودرن او كلاسيك. بنبدا نظبطها معاه زي ما هو حابب، ونقدر برضو نفيده لو هو بيختار حاجه احنا شايفينها مش تمام. انا لسه كنت هقول لك، لو في واحده هي بقى انت عارف الستات هي تمام، مصممه على رايها، هي العفش بتاعها كلاسيك وهي عايزه تعمل حاجه مودرن، هتخانق معاها؟ لا بجد، هتعرف تقنعها؟ طبعا. ازاي بقى هتعمل؟ هتجيب يعني مثلا هوريها شغل انا عامله قبل كده، واحكي لها المشاكل كانت بتقابلنا ازاي، او كان شكله بيبقى عامل ازاي، وما كانش بيعجبنا ليه. وبرضه وجهه النظر يعني ليها الامر. بس الشغل يعني اللي انت عامله معانا على الهوا بقى هنعرضه دلوقتي اهو، اتكلمنا عنه بقى. تمام، قدامك. دي شقه يعني واحد اخ ليا اصغر مني، يعني عايز اقول لك بالمناسبه هو فرحه النهارده. مبروك. يعني المفروض النهارده بعد اللقاء رايح له الفرح. لا حاجات جميله قوي اهو، تحفه. دي اوضه نوم. ده شغلك؟ ليفنج. ليفنج او في ريسبشن. دي اوضه نوم تحفه طبعا. انت شايف هو دي كل حاجه. دكتور احمد سعودي في مون فالي بالتجمع الخامس، انا اللي منفذها له. طب بص، بتختلف بقى كل صوره عن كل حاجه، بتاخد وقت معين؟
طبعا من الصور اللي بتتعرض. طبعا كلمنا عن الصور وانا بقول لك يعني. تمام. طب واحدة واحدة. لا اوكي. لا ده ديزاين يعني بتاعي دي. تمام. دي ريسبشن مفتوح على بعضه قطعتين. دي مكان صغير كده بنخصصه في شقة، لو فيها مكان يسمح لنا نعمل مكان يبقى مصلى تبقى جميلة جدا في الشقة. ده الجبسون بورد واحنا بنأسس له. معلش ارجع تاني. يعني ايه بتأسس له؟ واحنا بنأسس له في البداية خالص يعني الديزاين واحنا بنعمله بيبقى ليه مقاسات داخلية بنبدأ بيها الأول، وبقى قبل ما بنشطبه يعني دي المرحلة التانية مثلا في الشغل. بيبقى دي تأسيس بتبقى من مرايات بحدد بيها الشغل بتاعي. عايز اللي بعديها بقى خلاص ولا ايه؟ تمام. تمام. دي برضو شغل جيبسون بورد هادي. هو ده مودرن عبارة عن ليدات وهادي جدا. دي الفن بقى التجاويف، يعني مثلا لو عندي عمود وفي عمود مجاور للناحية التانية، فعندي الجزء اللي في الجدار دوت بيبقى فاضي عايز استغله، مثلا عايز اعرف احط ركنة او كنبة، فبتبقى في فرق ما بين العمود مثلا بين العمود والكنبة اللي هتتحط او الركن، فبنستغل الخوارنات ديت. بنقفل الجنب كله بنفتح بيه بقى الديزاين اللي احنا عايزينه بالشكل اللي احنا عايزينه، نستخدمها بنحط فيها انتيكات او ديكورات. حلوة قوي. طلع ان هو مهم اهو. دي مكتبة شاشة. الناس مهندسين كتير بتقول ان الجبسون بورد ما يشيلش شاشة. لا هو بيشيلها اهو، بس هو لا هي بتخلي منظر الشقة مختلف تماما. تمام طبعا في كديكور ما فيش اي تعليق عليه، انما في مهندسين بتقول انها يعني الجبسون بورد ما يشيلش شاشه. لا هو القصه في اللي بيعمل الديزاين بيبقى عارف بيأسس له ازاي وبيقويه ازاي. يبقى في دعامات ساق بتشيل الكلام دوت، وفي خشب، في مسامير معينه بنستخدمها، في فيشر اللي هو البلاستيك دوت معين بنستخدمه في الجبس، في حاجه اسمها مسمار فراشه اللي هو بيشيل الـ الشاشه، بنربط بيه الستاند بتاع الشاشه عليه. والجبسون بورد متين مش ضعيف. طب انا عايز اعرف بقى منك، خلاص كده الصور خلصت معانا، عايز اعرف منك طريقه تسليم شغلك طريقه للعميل. تسليم شغلي. بص هو دايما العميل بيبقى مش فاهم الموضوع دوت، بيبقى في مشكله في التسليم او في مثلا المقاسات، بيبقى العميل رقم كبير مثلا ولا حاجه ممكن يتخض. فبالنسبه للتسليم الموضوع سهل جدا. انا بيبقى عندي مثلا وانا بسلمه معايا ميزان ليزر دوت اللي بناخد بيه الشرب اللي بنستلم عليه الشغل، بسلمه على الميزان، بجيب له الميزان بشغله له، بسلمه الشغل كله بيبقى ماشي معايا حاجه واحده. مفيش بقى يعني دايما اللي يسقف عندنا، ما بخش شقه بلاقي اللي يسقف فيها ايه زي مطبات وميول والكلام ده بيتبان في التشطيب. فانا مثلا ببدا بعمل له فلات مثلا، بدليل يعني العلاج ده علاجها ان انا بعمل السقف فلات، بعد كده ببدا اشتغل الديزاين بتاعي من تحتيه. تمام. بيبقى سقف سوري. طيب عايز اعرف بقى منك، بص بقى انت عارف ان في دلوقتي ازمه في الجواز ومش ناقصين هم كمان تقول لهم الجبسون بورد باسعار. انا عايز اعرف بقى اسعاره بتتراوح يعني اسعاره. الشباب اللي لسه بادئ حياته هيعرف يعمل الديكور اللي هو نفسه فيه؟ طبعا. انت اكيد بقى اسلام يا جماعه، هو خلاص هو حاجه اساسيه هيعملها يعني. زي الستات عايزه نيش، الستات دايما او البنات عايزه نيش وتحط فيه الكوبايات، وده الشعب المصري. احنا كشباب مثلا بنحب طبعا عايزين نعمل اجمل حاجه في شقتنا الجبسون بورد. انا اسعاره مثلا في متر طولي وفي متر مسطح. المتر الطولي دوت اللي هو بيشمل اللي هو بيت النور، البوكس اللي بيبقى في الجناب، بيبقى في الكورنر في الجناب، ده بيت النور، بيبقى فيه الرسومات كلها دي بتتقاس طولي، المكاتب، اي حاجه غير الفلات. وفي الفلات والقواطيع وال طب الاسعار انا عايز اعرف يعني، قول لي كده. المتر الطولي بتروح من 120 ل 130 جنيه. ده المتر الطولي عشان تستلميه من راجل فني فاهم في الشغلانه، عشان المجال دلوقتي هو بيبقى باين بقى المتر اللي انت بتقول عليه ده هيبان وهيدي ديكور طبعًا. واضح. ده بالنسبه للمتر الطولي اللي هو لو مش هيعمل سقف فلات ومش هيكلف نفسه، لو هيشتغل عادي حاجه بسيطه تلم مع الدنيا، هيعمل بيت نور عادي ورسمه في النص، اي ديزاين يبقى عاجبه هيختاره هنعمله له. بتقاس بالمتر الطولي. المتر بتاعه بيتراوح من 120 ل 130 جنيه. وفي نوع جبس طبعا معين بنحب نشتغل بيه، كناوف. ده الجبس ده طبعا رقم واحد في المجال. ولو حد استعمل جبس تاني ده بقى بيضر اللي انت بتبنيه؟ هو القصه في ان فرق ما امك، هو الجبسون بورد عباره عن لوح، لوح جبس وبيركب على شيالات صاج. اللوح اللي احنا بشتغل بيه اللي هو الكناوف دوت بيبقى المواصفات بتاعته اعلى ووزنه خفيف. واحنا طبعا في البناء الحديث بندور على الكلام دوت. صح. على اللوح يبقى وزنه خفيف وفي نفس الوقت يستحمل معايا عوامل التجويه وكده. اللوح فيه منه ثلاث انواع، في ابيض، وفي الابيض دوت اللي هو العادي،
بنستخدمه في الريسبشن والاماكن العاديه جدا. في الاخضر مقاوم للرطوبه، دوت بنستخدمه في الحمام. دي منتشره قوي طبعا، ممكن تلاقيه في الحمام مثلا لو على المحاره عاديه، لو في الجار فوق في تسريب ميه ولا حاجه فبتسبب رشح ميه لا والحيطان كمان. كويس ان انت معانا بقى طبعا. انا عايز اعرف ايه السبب ان ممكن الحيطه تبقى انت لسه عاملها ولسه جديده تلاقي فيه بتقشر كده؟ دي ميه مثلا مكان، يعني مثلا ممكن انت بتعمل المحاره او السيراميك في ميه اتركنت في المحاره، فدي بتسبب رطوبة بعدين. رغم ان ممكن يكون حاط لك، بيقول بيحط معالج للحيطة ده ايه؟ بص هو خلاص ما هي فيها مية، فهي هتخرج ازاي المية؟ فهي بتخرج عن طريقة يعني بتظهر عوامل الرطوبة دي. فاحنا ممكن بقى بعد كده بنستخدم بقى اللي هو بند التجليد اللي انا قلت لحضرتك عليه، بجلد الجنب كله بالجبسون بورد باللوح الاخضر ده اللي مقاوم للرطوبة، وفي لوح احمر مقاوم بقى للحرارة. تمام، دي مواصفاته جميلة. انت كنت بتقولي على القياس، ينفع بقى حد زي كده اروح واخد لك المقاسات ولا هضيع الدنيا؟ بسيطة جدا. يعني حضرتك في حاجة اسمها المتر الطولي زي ما قلت لك، والمتر المسطح. المتر الطولي اللي هو بيشمل الرسومات وبيوت النور البوكسات اللي بتبقى في الجناب والمكاتب والكلام ده، بنقيس المتر بطول القطاع. المسطح بيتقاس طول في عرض، معروفة دي قوانين ستاندر شغالين عليها. طب ولو عميل هو اداك المقاسات انت هتبقى واثق ولا لازم تاخدها بنفسك؟ ما انا يعني هو بيديني المقاسات ومثلا بنحاول نختار الديزاين، حتى لو انا ما قابلتوش او ما رحتش شفت المكان بنفسي بنتعامل مثلا عن طريق الواتساب، بيبعت لي الصور اللي عاجباه وكده، فبقدر اعرف مثلا تقريبا هتخش في رينج كام، بعرفه قبل ما اشتغل. تمام. طيب بص بقى، احنا عارفين كل حاجه ليها مميزات وعيوب، عايز اعرف ايه مميزات الجبسون بورد وايه عيوبه؟ مميزات الجبسون بورد طبعا هو دوت من انظمه البناء الحديثه. الجبسون بورد يعني كان زمان الجبس البلدي تقيل وكان يعني كان بيسبب مشاكل، فدوت بقى البنود الحديثه في الجبسون بورد. الجبسون بورد زي ما قلت لحضرتك يعني مثلا في الاساسيات في المباني الكبيره، فعايزين الباشمهندسين الكبار والاستشاريين عايزين يخلي الوزن المبنى يعني يقللوا من الوزن، بيستخدموا الجبسون بورد مثلا بيتعملوه كحوائط او جدران او قطيع ويستخدموه في الاسقف، فبيقللوا من حمل الوزن من الوزن بتاع الموقع. الجبسون بورد سريع في التركيب بتاعه، يعني ما بياخدش وقت زي الجبس البلدي والكلام ده، البند ده سريع جدا في شغل وبيطلع ادق. يعني مثلا الجنب لما بتعملي لو عملتي قواطيع مثلا او سقف فلات ومعمول على ميزان الليزر ما بيجيبش يعني 1 ملي غلط. تمام. طب الجبسون بورد ده ممكن اعمله في اي جزء في الشقه ولا لازم اماكن معينه؟ ممكن تعمل في الريسبشن، في الغرف عادي، في الحمام وفي المطبخ زي ما قلت لحضرتك. في الحمام في جبس مقاوم للرطوبه، وفي المطبخ مثلا عشان الحراره وكده والبوتاجاز والكلام ده بيبقى الجبس الاحمر. طب عايز اعرف على اساس ايه بقى انت بتختار التصميم، ولا هو ربه المنزل او العروسه والعريس هم اللي بيختاروا؟ انا بحاول يعني ايه بشوف مين اللي هيتفق معايا، دايما ببقى مع العريس. لا العروسه انت في لا ما هو بقى يتصرف معاه. هو يتصرف معاه. هو يتصرف معاه. لا ما هو اكيد هيمشي حاله عشان ياكل عيش. بالظبط، ويجي في الاخر يوم يشوف عايزه ايه ويعمله. وبيتدبس في الاخر يعني. طيب بص بقى، احنا ممكن نقدر ان احنا نحول الجبسون بورد الكلاسيك لمودرن والمودرن للكلاسيك؟ ازاي يعني؟ هو من الاول انا يعني انا صممته على كده. ان هو اتصمم على كده. بالظبط. طيب ينفع ان انا وبعدين الالوان بتفرق معايا لما بعمله، ممكن تظهر شكل الشغل حلو ممكن لا. الالوان بتعمل ماتشنج مع في حاجه عايزه اقولها لك. طيب. لا قول انت الاول. خلاص ماشي. خلاص طيب بص، هو ينفع ان انا احط الجبسون بورد اللي هو الكلاسيك مع المودرن والمودرن مع الكلاسيك، ولا هتبقى ما تنفعش؟ لا ما انا لازم من البدايه اصلا بعرف الفرش بتاعه ايه. يعني هو يشتغل مودرن او كلاسيك. في بيبقى عايز صالون، بيبقى الفرش بتاعه في صالون وسفره ونيش والكلام ده، فبنشتغل كلاسيك. والجبسون بورد دلوقتي يعني مؤخرا دخل فيه بقى خشب، حاجه اسمها السي ان سي ام دي اف، خشب سي ان سي، يبقى خشب مفرغ بيتحط مثلا في الجبسون بورد بيدي شكل كده زي مثلا زي الزخارف والطراز الاسلامي والكلام ده. حلو ده قوي. تبقى حاجه جميله جدا برده، في ناس بتحبها قوي. طب مراحل تنفيذه بقى؟ مراحل تنفيذه بنبدا ازاي؟ بنبدا مثلا ما بخش الشقه، بنبدا شغل عادي. بنعرف يعني ببدا بمكان مكان، يعني مثلا ابدا بالريسبشن، ببدا فيه بنقطع مقاساتنا ونجهزها. والجبسون بورد بيركب على صاج، يعني هو التحميل بتاعه على صاج ومسامير وفيش. بس هو واللي احنا كصنايع احنا بقى عارفين بننفذه ازاي. تمام. طب ازاي بقى انت بتسلم شغلك للعميل؟ بسلم شغل العميل ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك، ما بخلص شغل خالص والتصميمات اللي اتفقنا عليها
بكلمه بقى بيجي بيستلم مني، بنشوف بقى على الميزان الليزر الشغل كله موزون تمام ولا لا، السوك مظبوطه تمام، مفيش مثلا حاجه فيها موجه كده، حاجه مش مظبوطه، حاجه مايله، ما كل الكلام ده بيفرق. العميل ممكن يستلم الشغل بميزان الليزر اللي معايا او بزاويه قايمه او ميزان ميه، بتبقى في العده معانا، ممكن اديله يبص على شغله بيهم. طب افتراض بقى انت بعد ما خلصت شغلك، واحده جت كده عروسه وراحت قالت لك ايه ده انا مش عايزه ده، هتهده تاني وتعمل غيره؟ للاسف عشان ما اخسرهاش يعني، والله هتقدر ان انت تهده تاني؟ بياخد وقت بس بقى. لو هو مش غلطتي يعني، لو هم خلاص يعني هم اختاروا ديزاين وبعد كده اتراجعوا فيه، انا بالنسبه لي انا والله بحاول يعني اوفر لهم طبعا، ترضيهم. ارضيهم، بس فبحاول اشيل بياخد اللي اقدر وقت عليه. بقى ان انت تهد تاني وتبني لا تاني لا، الفك مكانه. والتركيب برضه امر سهل، هو الموضوع كله يعني الجبسون بورد كله تسمير يعني بمسامير. لكن هو نفسه بيتبني بايه؟ ايه المواد اللي بتتحط فيها؟ هو بيجي عباره عن الواح، الواح. الواح جبسه بتتقطع بالمسبة اللي احنا عايزينها. انا فاكره بقى زي زمان بيعملوا حاجه لا لا، كده ما هو ده الجبس ويعجنوا، البلدي، ده بيبقى الجبس عباره عن البلدي. ميه وشكاير جبس هي كده. اللي بتبقى في النجفه في البيت عندنا دي ايه عباره عن ايه؟ دي ديت بتبقى سره جبس بلدي. ماشي، سؤال بس طرح في دماغي. عايز اعرف. لا تحت امرك. اوكي، طيب دلوقتي لو انت حصل بقى معاك موقف كده طريف، نطلع بقى بره الموضوع، تمام. وفي هنا طرف اهل العريس والعروسه، هم كل واحد الاثنين ده عايز حاجه وده عايز حاجه، انت موقفك ايه في النص؟ انا لو منك هعرض لهم صور. ما انا بعمل كده يعني، صح بطلع كده؟ لهم شغلي القديم وبجيب صور اي ديزاينات مثلا جديده شفتها عجبتني، مش شرط يكون شغل، في ديزاينات جديده طبعا بتبقى ناس كتير شغالين في التصميمات بيبقوا منفذينها، بفرجهم عليها على الشغل الجديد، بقترح عليهم مثلا شغل زي الاستريبات، الشغل اللي هي دي البيوت النور والفلات، في ناس كتير جدا بتوافقني على الكلام ده. انا مثلا ما بحبش الشغل اللي بيبقى في الاوفر قوي في المكان، بيضايق الشقه، بحب الشغل السيمبل. طب في موقف طريف كده تحكيه لنا بقى، نخرج المشاهدين شوية. موقف طريف. لا، قول قول براحتك. واحد عملت له مره فيلا. فيلا. كانت في الشروق، خلصت له، فهو كان دايما مسافر، فانا فيلا يعني برقم، طبعا. فدخلت اشتغلت، فهو كان تبع حد برضه راجل محترم جدا، انا مش هذكر اسامي طبعا. رحت خلصت له الفيلا، اشتغلت، بقيت بتابعه على الواتساب، عايز دي وعايز دي وتمام تمام تمام. جه استلم مني الفيلا، عمل نفسه كأنه ما يعرفنيش، هو طبعا ليه مركزه طبعا، فانا مش هعمل مشاكل معاه طبعا، فحضرتك طب الحساب كده، فاتعصب بقى وعمل نفسه كأنه ما يعرفنيش وبتاع، وما خدتش واخر عليا فلوسك؟ فلوس. طب ما عملت ايه؟ عامل ايه؟ حسبنت بقى. ده لله وللوطن خلاص كده. يعني كنت واخد منه جزء وبقيت. طب احنا نعلن عن الاسلام يا جماعه، اي حد عايز يعمل ببلاش عندك بقى. لا انا تمام، تحت امر اي حد عادي. الله يخليك. طيب انت شايف ان الجبسون بورد ده اسهل بقى من الجيب ايه الجبس الجبس البلدي. البلدي؟ معلش. طبعا هو اسهل، هو احدث طبعا، احدث. والجبس البلدي في ناس وناس طبعا يعني عظماء فيه بصراحه. يعني انا عندي على الفيس عندي في ناس معانا بتابعهم عليه ما شاء الله عليهم، لازم طب اتفرج اللي عليهم. بيعرف يعمل الجبسون بورد والجبس هم نفس ده اللي يعرف يعمل دي ده بقى يعمل ده؟ مشكله بتواجهنا اليومين دول. يعني احنا في مجال الجبسون بورد، انا على فكره سني مش كبير، انا في المجال دوت بقى لي حوالي 12 سنه، ودخلته على ايد ناس معينه هم اللي علموني المجال ده. منهم مثلا الباشمهندس ايهاب السيد، ده اللي ابتديت معاه، والحاج توفيق سالم، والباشمهندس محمد زكي، والحاج يحيى السيد، باشمهندس يحيى السيد بالتيم بتاعه كله. الناس دي ما شاء الله عليها، دول عمالقه في المجال ده وقدام جدا، يعتبر يعني من اول الناس اللي بداته. حلو قوي يا اسلام ان انت فاكر اللي طبعا عمري ما علموكم انساهم، بتقولهم. عمري ما انسى الناس دي طبعا، هم اصحاب الفضل عليا، هم اللي علموني، ولما كنت بقى ببقى معاهم تاني وفي شغلهم دايما معاهم، وهو كل واحد فيهم كان بيعاملني زي ابنه بصراحه. فالناس دي الله يبارك لها يعني ويبارك لهم في صحته. وانت لو في بقى حد صغير عايز يتعلم منك معايا هتساعده كتير وتعلمه؟ جدا طبعا، وبحب الموضوع ده. يعني في شباب في ثانوي اصغر مني، فانا بفضل احكي لهم بقى انا كنت قصه كفاح. بحاول اعمل لهم اي حاجه يعني مثلا ايه ينبهروا بيها، بس انا والله ببقى عايزهم يشتغلوا احسن ما يبقوا ايه هم في الدراسه طبعا، مش هقول لكم هم دكاتره بقى يعني ايه، بحاول يعني اخليهم يظبطوا نفسهم في دراستهم وفي وقت اجازتهم يجي يشتغلوا. لا، ما هو دلوقتي الشباب بقى مختلف عن زمان، بقى بيحاول ان هو يوفر مصروفه، بقى يعتمدوا على نفسهم. هم دلوقتي عايزين بقى التيك توك والكلام دوت، فانا بحاول في وقت الفراغ لو عندهم تيك توك فانا يعملوا فيه فراغ. اللي بلاقيه طبعا ولد عايز يشتغل والكلام دوت بجيبه معايا وبعلمه معايا. على فكره حد زي يعني كام واحد كده شغالين معايا صغيرين في السن لسه في الدراسه،
شغالين معايا وبيقدروا يعملوا حاجات يعني في صناعية كبيرة بتعرفش تعملها. اوكي يا اسلام، في نهايه حلقتنا متهيألي بقى كده كل المشاهدين استفدتوا، وكل عريس وعروسه استفادوا برضو من الطرائف اللي بتحصل مع اسلام. نحاول ان احنا نتفق، ونحاول ان احنا نبقى متفقين جدا على اللي احنا هنختاره في بيتنا. واتمنى ان احنا نكون فدناكم وعرفتوا ايه هو الجبسون بورد، عشان انا ما كنتش عارفه ايه هو في الاول، رغم ان هو موجود في بيتنا ومش عارفه اسمه. ونشكر ضيفنا اسلام، شكرا ليك جدا يا اسلام، ونقول لكم باي باي.